بسؤالك الثاني بالنسبة للجينيراسيون ديالي كنتكلم على نفسي وعلى ضليل ديالي أنا رقم واحد. واش هناك أخيرا في واحد البرنامج التلفزيوني صرحتي بأن أعلى أجر ديالك هو 800 مليون 10 سنتيم من الدرهم و 800 مليون 800 مليون أول سؤال أنا ما قلتش 300 مليون هو أعلى أجر خديته بحفلة لا غلط إشهار إشهار أنا إنسانة متواضعة جدا كنخدم مع الفقير كنخدم مع المتوسط كنخدم مع الغني كنخدم مع كل الفئات يعني كاع اللي كنتي كنخدم معاه ما عنديش إشكال مادام أنا فنانة فأنا مع الكل اللي كنخدم يعني يقدر يجي شي إنسان ما عندوش ولا كذا داكشي كيبقى ديالي أنا كنخدم معاه ولا كيما اللي قلتي الفلوس اللي كنشوف كنصدق ولا كنزكي ولا ما كنمشيش أنا كنعرض كن مثلا ملي كنصدق ولا كنوريك فين أنا فلوسي كيمشي ما غنوريهمش لك لأن أنت ماشي رقيب عليا الله اللي رقيب عليا وأنا ما بغاش نكسبك أنت بغا نكسب حب الله إذا هنا ملي كندير شي حاجة كنديرها لنفسي كندير بالقية مع الله وثاني حاجة بالنسبة للظالمة أنا مادام مغربية وكان آمن بالقانون أنه كيحميلي فضروري الضريبة كتحميلي لأن ملي كناخد شي أجر كنخلص عليه أكيد ما يمكنش ليا أنا غادي نمشي مثلا غادي نخدم بواحد مثلا واحد الصالح ما ننساش أن عندنا بزاف ديال الأشياء اليوم مثلا موسيقيين وخاصك تشوف أشنو من مورا داك الأجر اللي كتاخد راه إنسان غلط بزاف راه كاين بزاف ديال لي شارج راه ما كتجي توصل لك هذيك النعمة حتى كتشحف ويا ترى بعض المرات كنخرجوا زيرو درهم ولكن انا محبه جدا للفن علاش كتلقاني كنشري الاغنيه كنشري اللحن كنشري الكلمات كنصور فيديو كليب من جيبي من مالي الخاص كنحاول دائما نقول جديد ديالي قدامك علاش ما هضرتيش على داكشي اللي كنديرو انا علاش دائما كتشوفوا غير اللي خصنا نعطيو اشنو خصنا نمدو اشنو خصنا نخلصو ولا شو بعدا حنا صحتنا اشنو كنخلصو منه اشنو كندفعو من صحتنا ما كنعسو ليه يعني كتلقانا ديما ضاحكين لا بالعكس حنا المعاناه ديال الفنان الله اللي تيهنم بها بوحدو وانا بالنسبه ليا على قلبي بحال العسل لان يكفي انني مثلا نقدم لك شي برودوي او نقدم لك شي اغنيه وتعجبك وتقول لي زوينه زينه كنسى كاع التعب ديالي وكنسى كل شيء. سؤال ثاني عدد المشاهدات ليس بمعيار نهائيا لانه هادشي ديال السوشيال ميديا وهادشي ديال التكنولوجيا انت كتعرفي كيكون فيه بزاف ديال الحوايج اللي ما نقدروش نطرقو اليوم اللي كيقل اللي كيعطيك التقدير ديال الفنان بالنسبه ليا وهو السهرات واش كيجيو الناس يخلصوا في الباب يدخلوا يتفرجوا فيك واش كتحطمي رقم قياسي نسبه الجمهور اللي هو مسكين عادي خدام الاسبوع كامل وكيقدر يجي يخلص واحد المبلغ اللي هو مسكين دايز به ويجي باش يشوفك هذا هو الحب اللي انا كنشوف راسي فيه ما بالنسبه لي نمبر ولا بالنسبه لي شيخ هذاك الشيء كله ماشي هو المعيار شكرا على السؤال.